خطايا الناس ولا حبي سلم، لمت نفسي ولا مني حظي معاك حبيبي الغالي. يا مرحبا يا نهال، حياك الله. يعني إذا تسمحون لي، يعني إذا تسمحون لي. لا إله إلا الله، كل ما نصبح ونمسي. انت نفسي ولا مني. تويتر ذا مشكلة، علي الحرام انه مشكلة. لا سلام حبك ولا حبي سلام، لمت نفسي ولا مني حظي. انت عز الناس لا تجهل غلاك، ما اعتقد هالحب ياتي من عدم، كل ما مروا علي هذا وذاك كلهم لا شيء. انت اللي علمكم محمد يا ناشد عن الحال. انا الحمد لله طيب وبخير. كم عمرك؟ بتزوجني؟ يا يعني ممكن تنشد عن عمري؟ يا ليت يعني جاوب. اذا بتنشدني علمتك. مع احترامي لذوقك، ليه ما اعلنت قبل تبت؟ والله هذا مجاز، يعني انا احترم ذوقك يوم تقول مع احترامي ذوقك خايس. والله يعني انا احترم ذوقك يعني. ايه بزوجك، الله يجزاك خير. ما نساك وش دعاني للخطأ، شو دعاك ايش عندك سهرة؟ تعبت وانا ارقد، تعبت قلت خلني اسهر. شو رد لي من السهر؟ الناس يقول احب، انا قطع قلبي يحب فلان، هو قطع قلبي يحب الديرة الفلانية، هو انا اعترف اني احب السهر والله، اعترف اني احب السهر مجازي، انا احب السهر. مبروك على وش؟ على شيء السهر والبعد وظروفنا الصحية.
عن اللزوم الاكل بي. ما تردنا السهر والبعد وظروفنا الصحيه عن اللزوم الاكل بي. طيب يا اخو السهر والبعد وظروفنا الصحيه عن اللزوم الاكل بي ما تردنا صح. البيت مكسور والله يعني ما ادري لا نيب والله شاعر ولا نيب السلام عليكم السلام عليكم علي الطلع يا لذي الله يمسيك بالخير طال عمرك لبك قلبك رح اجل ربي يدري عليك سالم عد 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 الله يلعنك ما معك 12 ثانية الله يمسيك بالخير شي شي أحليلك أحليلك سبحان من كمل وسواك وخلق قلوب الناس لك تقبلنا يا أزيدك يا جاكوب علي طلقني ما جيت يا جاكوب ولا أبي أشوف كذا المناظر الحلوة أحب الله يسد نفسك انقلع يا حسام الله يحرك كبدك ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نساك القلب ما نساك الصباح أنا مصلحني إن شاء الله ربي يا سلام أن الله يصلحني ويصلحكم لكن يعني كذا يعني يطري علي يطري علي نشيد المسلمين يعني إذا شفت الأشياء اللي زي كذا أنت خليل إي بالله خليل وش خل أقول لك ما مثل لا 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 ما مثل لا 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 ما مثل الضرابة تكون درب في كلش كلش في حضورك في غياب واجب عليك أن تكون درب حتى في الغياب حتى في الغياب كن درب حتى في تكرار وجودك في ذاكرة المسلمين واجب عليك أنك تكون درب والله يعني تشغل الناس تقعد كل شوي تطري أنت عليهم ضريف ما انت بضريف لا ما له دخل ضريف معليش تراني ترى كلامي مره مره جميل ما يصف بس اني ما عرفت اني يعني ما عرفت اوصله كلامك والله لود اقسم بالله مو ببدي لود اقسم بالله مو ببدي انا صحيح التعبير يعني يخوني هو الفكره حلوه في راسي هي وشنو دقيقه انا بعلمك اني انا ماني قاعد اهبط والله ماني والله ماني قاعدة والله ما لا تقول ليه يا رينات لازم أقول أنا أخوك الضرابة اسكت ما وصلت الله يرحم والديك أنا بقول شوف وجب عليك أنك تكون درب في كل شيء في كل شيء في كل شيء لازم تكون درب ده لطيف درب هرجك درب مرجلتك مراجلك خلها دربة يا أخي إذا الدين يسر اللي حنا خلقنا عشان حنا خلقنا عشان إيش عشان نبت عشان نلعب كورة عشان نلعب ورقة لا يا أخي يا أخي أكيد يعني خليك من نهاية رجاء كلام يا فيل شوف هو عقلك الباطني ما عاد يستلبني فأنت ما عاد تستلب بالهرجة من صوبي حتى لو أنها صح هو القبول من الله والله أنت ما عاد تبيني أنت عايف أفا
مين ميت موضوع يا غيوب؟ والله والله مين ميت موضوع. أنت مخك مخك أنت هنا تنكه. والله أنت تنكه هنا. أنت غبية. أنت غبية. أنت أنت كانوا يشربونك حليب منتي تاريخه وأنت صغيرة. حليب كانوا يشربون. أنت 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 حيوانة. الله يسد نفسك اضربي. يا محمد كلام سلبي طنشة. وذا كيف علمه؟ هو مع عقل يفكر ذا. يحس يتألم الحم ما هو بركبة عظم بس صوته ما بركبة الحم ذا كبرى جرحتها ولعنت سلسبيلها. ايش ما كان هذا مثل انت نشهد يا ميلا نشهد. يا خطايا اللي ظل خطاك أسلمها. ليه البث مضاجع؟ ليه البث مضاجع؟ ما أدري كذا كنت متكي. قلت يعني في محبة لأن والدين هدفكني. واللي ذهب للرجول اني ضعيف عسى الله انك لي جنب يقول لك قلبي بين الحدث والفراسة. متى يعلن جهاد المحبة سبه بري وترفع مساجين الهواء بيرق الثور. ما أدري الحدث ما قلت حياك الله. خلينا نشوف الولد هذا أرسل لي 30 مرة. حياك الله تفضل. مرحبا. يا هلا والله. الله يبقيك طول عمرك. شلونك؟ بشرك انا ما تحب لومك. والله بخير عساك طيب. الله يجعله دايم. خير الحمد لله. في العلوم طال عمرك طيب. طيبين جعلك طيب. لا انت مشتي بدري. يعني مو مشتي بس لا مشتي اكسترا شتاء. والله عندنا شو اسمه الجو بارد. انت في الرياض؟
لا والله من الجنوب. ونعم من وين؟ ساكن بالجنوب يعني؟ من أهل أبها. ما شاء الله وربي. من وين أنت؟ أنا جنوبي لكني ساكن بالشرقية حالياً في الرياض. والله ولدت في الكويت. أربع مناطق شيل. وين 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 كنت؟ تحداك وعطني وش قلت لك قبل شوي. والله يعني هذا الشيء ما يخصني يعني فأنا ما أقول أنا من جنوب ساكن في الشرقية خلاص مالك من الباقي. ونعم فيك سوان إن شاء الله إنك في المريخ. الله يطول عمرك. أنا ما أحب أتعمد بأشياء. تتعمد صح صادق والله صادق. بس وش الأفضل صوت أصيل هميم ولا نوال كويتية؟ اسمع اسمع. ما يدري إنك غلّل عبي وفني هذا اللي باقي يبيني على. تدري إنك تفهم ولا ما تدري؟ وتدري إن أحلى صوت صوتك؟ الله يطول لي بعمرك ويعافيك والله. طول عمرك. تعال تعال جولة. ولا مالك في الجولات؟ لا لا عادي خذ راحتك مرة. بس اني ما ودي اني خذ راحتك يا رجال. اطلع اني يعني واضح انك ولد لطيف درب جميل وسيم. طول عمرك. ما ودي اكسى عليك بالاحكام لاني انا احكامي يا رجال. ما انت بحاكمني سام. ما انت بحاكمني. وان كانك تبيني افوز عليك واسامحك تم. ايش اسمك انت عرفني عليك. معك يزيد القحطان. الواجهة من هنا. جولة واحدة. تعال برد عليك الحين. تعال جولة واحدة. جولة واحدة ما فيها جحفلة ها؟ يا ربي عبيد. كيف شباب؟ فوز. لما وكلنا وقسوتك للموت عشت وياي. اشتاق لي واني بعد اشتاق. رجل تظهر من جعاد نتلاقى هذا الوقت ما يرحم الرشاقى يا خديم. طيب هذه البلاك ليست هنا جديد عليك شباب. لا لا بدل عميرو بعي ايه ايه من حرام. عم نوسى يا بدوي عمرك حشرة. جاءت روحي وعيني صدقك بياك يا عوي وعز الناس من حرام بالك ومالوك. يا عيال متهالك والله متهالك. منصة جاك ونجيبه بس بنجاح بنجاح صبيان يا ما. ما يضا استغل الدبل يا شباب استغل الدبل في وضعية من دول وجه بلاك بيكير مطير الوسطين مطير شبوها شبوك قلو حسن إلى لمام إلى لمام يسمين فدا فدا فدا. لا انت لا انت نور لا انت لا انت مسلم انجاب والله لعن خيرك. من تكلم انت يا قليل الادب يا حيوان. اقسم بالله اني لا خلني اطلع من الولد هذا. اقسم بالله رب المصحف والله انك قليل الحياه رب الكعبه يا مشرفين يا اكتموه حيوان صدق والله انك قليل الحياه لابس عبايه ليش؟ اكتموه يا مشرفين خمسه طلع الله اكتموه قليل الحياه يعني انت شايف والله العظيم يا عيال شباب
اسمع اكتموه يا مشرفين ارحم امك. اذا انت يعني كويس واجه الناس واجن افتح بس الرجال ذا وواجن اذا انت رجل خلاص حيوان للحياة الله يا الدنيا كده الناس يلبسون عباية الله يا الدنيا هي الظلامي وهي ظل يا اخي كل تبني يا اخي ورب المصعب اني اعرف ورب المصعب اني اعرف وش يدور في بعض اعرف فانت يعني تبي تخرجني من طوري يعني ما راح توصل للشيء هذا يا قليل الادب انا واثق بيدي ورجلي انك ما تقدر تواجه انا متاكد من كلامي هذا يا قليل الحياه حيوان يا اخي ارثم ارثم يا اخي ارثم 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 رثموا يا كومنت رثموا ذا وطلعوه برا البث يا جماعه هذا واحد قذر يقعد يكتب ويتكلم ويلبس اشياء غريبه ويلبس شباب تعلم بني حمد انت بتصيدنا يعني انت بينا نستعرف رايح ركبتك لا تكتب الكلام هذا لاني انا بقراه بصوت عالي يا غبي لا تسلمنا الله يلعن وجهك والله لا ادبك بعد البث هذا صدق خليه يطلع والله لا يلعن خامسك ليه رشلتك ليه لو اني كاتب على جبهتي اسمك واسم عائلتك الله يعافيك والله انك خربت علي جو ياسر وجهك لا اعطيك فرصه تقرا اسمي افا ياسر شلي يزيد اي يا شيخ تكفى اجتهد شوي ايه مالك هلا لبي قول الله يطول عمرك وين ترى شوف احنا انا اول شيء توني فاتح ثاني شيء انا قايل لكم انت جماعه هدوا الرجال توني داخل معاه واضح انه ما شاء الله عليه يعني انسان محترم فما نبي انه يعني نفوز عليه قال ابوك جل طول عمرك هات احكامك لا اعطني احكامك يا رجال ايش ذا للحلال لا اعطني احكامك لا انت ولد لطيف محترم زاحف والله اني احب الزحيف الله يطول عمرك حبيبي دويشه صغير ابد انا تراني القط فهمت الله يسعد لك ايوه امشي على الاجواء كلها مالك الله يطول طول عمرك يا حبيبي شفني ضفتك حلو شفني يا زين بسير معضل وارجع لك باذن الله مرحبا ملايين في كل وقت يا حبيبي طول عمرك يا حبيبي تامرني على شيء مرحبا الله يستر عليك شوفك على خير يا حبيبي هلا بطل الولد ذا والله بطل ممتاز والله ممتاز حلوين الناس اللي يمشون الوضع يمشون الليلة ويلك على كيف ليه بعدين حمد انت ليه تكتبين كلام ليه ما حبيت مرة ما حبيت الحركة الأخيرة مرة ما حبيتها منك مرة ما حبيت مسكة اليد ليه ابنها اشتهاب محمد عيب اشتهاب ورب المصحف اني كرهت نفسي خير
أعوذ بالله. تقدر كذا تمشي بس كذا خير. بروح إذا تسمحون لي يعني بعاقب نفسي وجهي. عقبه قدام لا ما يصلح. تاج ما تدري مسعود صار صقار. مسعود حمار الله يعافيك. حمار ابدا المرجله ما كانت استخدامك للحيوانات مرجلة فعل. كن رجل بأفعالك لا بالحيوانات. تبا له وتبا لمن يعزز له وتبا لمن يجعل من الحمقى مشاهير. تبا لهم. أنا من يستحق. أنا من يستحق الدعم. أنا من يستحق. أخ أخ ليش الحياة أصلي للركوب؟ ليه؟ ما يصير خويك والله هذا ما يخصك. ولا صبر ولا كبر ولا عتاب. ايش خلني الولد الطيب؟ ها ايه هلا ومسهلا. انا بك كيف حالك؟ يا مرحبا بالشيخ. شلونك طال عمرك؟ الحمد لله يا زين هالصدفة. الله يخليك لي يا حبيبي. شلونك الله يعافيك؟ والله الحمد لله بخير. اول بث ترى ما نعرف شيء. جعل ابوك في الجنة. من وين يا؟ من الجوف مالك. من الجوف. ونعم مالك زود. اخبارك الو؟ والله رويلي والله تري متوتر. ها يا علبك في الجنه. لا معلش رويلي انت؟ لا لا خالدي خالدي. ونعم مالك زود. تعرف ركان البطل؟ معروف. ايه تعرفه؟ ايه صديق يعني. كنت اسطره تسطير في تلتت. طلعت تلعب فورت؟ ايه سابقا كنت اسطوره الاساطير. والحين تلعب ولا لا؟ والله الحين يعني كبرت يا ابوك. إيه. لازم ترجع. والله يا اخوي رجعت. هي رجعت بس اني انا الحين ما عدني من الجيل هذا. خلاص يا اخوي خلاص كبرت. اي والله انت لحد الان. والله شوف انا مالي بلاي ستيشن العب فيفا زي كذا. فيفا؟ اي الله يا فيفا. الله الله اطلق شيء فيفا. اي والله كيف 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 مستواك؟ والله يعني متوسط. مو نمان بزياده ولا الفوت. الفوت كم حققت فيها؟ اعلى شيء. الله انا يا ابوك ترى لي يمكن 4 سنين من وسيله الفوت تشامبيونز. عرفت شنو؟ ايه فوت معروف اللي هو 30 مباراه لك خلال يومين. 20 مباراه. ايوه قالوها 20. ايه خلوها 20. هذه النقاط كل ما جبت شين عطوك جواز اكثر. الله وانا ابوك. انت تدري يا ابوك اني كانت يعني تشكيلتي ذهبية إيطالية هيغوايين. أيها الإيطالي. أيوة أنا كنت هيغوايين وأيام بوفون يوم كان في اليوفي. أيه ألكسندر. مرة لعبت في 17. سم أقول فيفا 17 شكلك آخر مرة لعبت. أيوة أنا أخوك كنت على. أنت تذكر هيغوايين يوم كان معنا نابولي؟ نابولي واليوفي. إيه لا لا يا وانا ابوك يوم كان في نابولي. ايه ايه 2016 كذا كذا. ايه وانا ابوك انا كنت اجيب طال عمرك حدود 23 فوز 24 فوز.
ما شاء الله. اي والله ايام ايام بتشكيله ايطاليه. ما في امل للعوده والله يعني. وانا اخوك حاولت لكن الوقت مو بوقتي. يلا ان شاء الله ترجع. جعلوا حبيبي الباب اللي وراك هو باب المقلط يخش عليك. ايه دائما لجيت تفتح بث يا حبيبي لا تفتح بث من آخر الباب زي إيه. وانا اخوك يمكن يدخل ورع ولا خليك يعني الباب خليك قدام. اه والله ترى مقفله مقفله ما انا مخليك. اهم شيء قفله. وانا اي لا حد يدخل من العيله ولا شيء. تعال ابوك في الجنه. عاد انا ولا شيء مزاجك. لا والله والله انك هني الله ياخذ دمك خفاه. وانا ابوك الله يسعدك. انتبه على نفسك انتبه على نفسك والله يحييك في البذور. لبه توك صغير وش تقول ابوك توك بشبابك. كبير وانا ابوك انا. لا لا يا رجل توك بشبابك. الله يصلح حالك. مكلمه الله استاذنك. يا وش اسمك؟ معك باسل الخالدي. ونعم من افضل الشباب اللي عرفتهم صراحه بالبرنامج هذا. تسلم. خدمه ولا شيء؟ تسلم بعد يعطيك العافيه. مع السلامه. هلا على راسي. ما شاء الله على لطافه الشعب السعودي. شعب لطيف جدا. الله هذا ذكرني بالايام ودي اروح ابكي. ما شاء الله تبارك الرحمن. كنت الله الله واحد كنت افتح بثوث في تويتش بس ما اطلع وجهي. ودي اطلع وجهي وانا العب ودي بس ما كان عندي كاميرا. امكانياتي ما تساعد اني ابث فيك. كنت ابث بدون ليه ابث ابث عشان العب مع ركان البطل ولا العب مع فيصل يجي. تمزح؟ اقسم بالله كنت ابث بس بدون كام صوت بس. ما توجي والله توش توش جديد. انت الجديد يا حبيبي. وش اللي توه جديد؟ توكل على الله بس. شونغ بونغ ايام هو اللي ذاع شونغ بونغ اللي لعن وهذا توتش كذاب. واقسم بالله اني صادق كنت من حقين. اه يا فيصل يجي يا وش احب الكويتي ذاك. كان في الاردن يدرس. فيصل يجي فيصل يجي وفارس مخ اوه ايا يا لبيك يا فيصل يجي وش احب هرا يجي. في ناس وين يعطيهم الف عافيه. فورتنايت قال فيصل انت الوحيد بين صناع المحتوى بنعطيك تحدي خاص برا البطوله. يا الله عني. اذا وصلت توب 10 من اصل اربع جيم جيمين يعطيك 10000 ريال. بنهدرون مع المود. فشكرا لي بجيمز على رعايتهم هذا الفيديو. والله يعطيهم الف عافيه على التحدي اللي راح يصنع اجواء جميله. حاليا بترككم الى ما يوصل مودي عشان اشرح له الاشياء والبطوله. وحلقه بسيطه جدا اتمنىكم مستمتعون فيها وبس. دعواتكم يا شباب. مع السلامه. التحدي كالتالي. بطولة فيها 50 لاعب معرق وكل 50 لاعب معرق مع صانع محتوى إلا أنا صانع محتوى معي مهرج. الله العظيم إني ما أشك. هو يا فيصل يجي وركان البطل كنت من اكثر الناس اللي يحب الاثنين دول. ارقد وانا اتابع مقاطعهم. اللي بث انت وسعد وابو يعقوب يخسر. روح ادخل مع فلان. لا انا اتمترس منهم ابث انا معهم. بهاجي الاكل يبث مع عبد الله الشرام سعد الشيري. انت صاحي انت؟
بهاج بهاج مع سعد وعبد الله. لا بدك تراك بس ليش ما تفجعت بالتدع ماش اوه يرجع ماش ما رفيقكم الاولي عظام عجوز الله لا يبلاك من أخوك الله لا يبلاك عجز مثلا لا والله لا سويت عملية ولا سويت علاج طبيعي حاق بشي بعد ذا كبري تعال الأردن نكرمكم نأسف الله يجود عليكم سارة أحسك يعني أحس إنك وكيلة ما تقاعدة كذا منكم انتادك كذا أحسها صبر اللي عنده هو صدق نفس اللي امس بس احضروني عارفك يا صديقي عارف خلاص والله انا عيال يا ماجدي لا حد يجي ابعدوا عني نو الاول الله يقلع يحذفوه ليه؟ والله ما ادري عنه احذفوني دخلت ما لقيت ولا حصان وانا مسوي الحصان عانوا مهبوا وهبوا من الريال ليه ليه؟ العب روح العبوا بسم الله اليوم ما فيه تعودنا خلاص ليه يا صديقي يحذفوك؟ والله ما ادري عنهم انا يوم جي خل كذا احسن ما وفي ما شاء الله تبارك الله ما تعرفوني قبل وش انا ايش تبعوا يلا حيه العلوم العلوم زين انا كانوا عندي امس بعد اجد الصغيره خبر هذول فانزات فانزات ونعم والله فانزات يعني ايش يعني متابعينك يلا حي ارحب يا بهاج ارحب انت كيف الحال والله بخير عساك طيب طيب والله بخير وش علوم دخلت خاوينه والله منور البث يا ابو دوم الشيخ جل عندهم ونعم كيف الحال يا ولد مع الزود الشيخ وش علومه خير ابشرك عساك طيب بخير ادعموا الرجال ذا ادعموا الرجال ذا الرجال ذا ما في شيء والله جيهم والله جيهم والله حيهم والله حيهم هم الينا هم الينا والله يا فنزاتي يا فنزاتي يا فنزاتي يا فنزاتي هم الينا والله من التواضع عندك قول فنزاتي لا ترديهم الا فنزاتي خلاص يا فنزاتي فنزاتي يا رحبي فنزاتي والله نظيفني والله شفت انت يا حاسدين اعوذ بالله من امس يوم غدا قالوا ضافوني ضافوني وودي كلهم فرحانين ومن بعد طار الحصان مانت لنا عين والله ما ندري شرب العوض خلاص قال عوض ابو محمد والله خلاص الحين والله العظيم يجيك 500 متابع اضل وجهك ما يحتاج شوفتكم يا افضل شيء تابعوا محمد تابعوا محمد يا رياجين ولد من افضل الشباب في برنامج جار شفت الحسد الحسد هذا اللي اعطاني حظ شكله الله يكمل شرك ايوه والعلوم والله بش ما شاء الله قد عندك 155 متابع هم لينا ما شاء الله تبارك الله 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 يحبني يا ابو محمد كلنا ابو محمد وانا ما شاء الله تبارك والله من وبعدين حتى التكبيسات 10,000 من 11,000 لا لا اي والله على الشاشة عشان الديرة يذكروا مرة ثانية ايه صور الشاشة صور الشاشة صورنا يلا حب ما حد واحد ايه واحد عندي 111 كيان وشذا ولولو وش وس
ورا وروان وقافي وحن وسهم ورا وغيم وميت و بهاج الاكلبي. انا عندي بانزل كذا اسمه بهاج الاكلبي. ارحب ارحب قول ارحب. يا وحيهم يا وحيهم. كبس وكبس وكبس على ما تاكل اللي تحت يصير لك فيش دبل. تدربنا صرنا ضخمين الحين نعرف كل شيء. قول ارحب راح 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 راح. بتسافر معي عشان ما يمل البهاج ويطلع. سولف معي عشان نعرف سوالف. ايه قول حمسونا قول حمسونا. والله حمسونا هم ولينا هلم ولينا هلم هلم ولي محمد من افضل الشباب. هلم ولينا هلم هلم يا فنزاتي. حياكم الله يا فنزاتي. حياكم حيهم يلا حي. انا نبته ما شاء الله تبارك الرحمن. قد عندك 300 ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن. والله ما تنسى والله ما تنسى. الله يسلم. كان دخل واحد مرسل انا ودخل الله يزعجكم. ما شاء الله تبارك الله. والله اني مشغول ما شاء الله ما شاء الله. الله حيهم. قول اسمي فيض. ما انا بعرف بلش الرجال خلاص شوي. يا قفل الصوت عشان ما يطلع هذا عاكس. والله ما انت بسهل. انا بقصيد يا ابو محمد لاني انا والله من احبك صراحه. انا بن جدلان انا بن جدلان ملايع اللاعه كان في صدره دوافير صناعي العب المنكوس واحب داعي ما دريتم ضحكة الوا. شكرا حفظ السين عليك يا حفظ. شفت مدخلي ولا بسوق بالجنان على ذولا. فمثل ما قلت لكم بهاج يا مرحبا روح. هلا بالشيخ الله حي. مرحبا مليون يا بهاج. يا مرحبا ابو الحور حياك الله. عمري شلونك يا الشيخ؟ جميل والله بخير. وشعلونكم يا شباب؟ كيف امورك؟ يلا حيه مرحبا مليون. يلا حيه عساك طيب. عاش مشافك. عاشت ايامكم يا كيف امورك؟ مرحبا مليون. العلم ما فيه بهاج. صل على النبي. اللهم صل على وسلم على رسول الله. الربع ذولا ديو روبي الاثنين بشير بالسعد. والله عمرك كعب يا بهاج. اصبر اصبر صل على النبي. حين حين على قولتهم نعين ونعاون مع بعض يدم بيد. والله يا بهاج شربني علبة شامبو. بهاج تم يا نوه. اسمع كانت جولة حبية فهمت؟ جاء بعد الجولة قال وشو؟ قال انا فيني طغيان ابي العب ضدكم الاثنين. هذه ما هي تكليف ولا لا. والله شامبو والله فزنا عليه. انت بس انت عمري الله الله من ربع قعقوري. لا الولد هذا في راسه شيء يعني صراحه مع احترامي لكم الولد هذا بيسطركم الحال يعني مهم محتاجه صراحه. بس كان ابو انا زهراني هي ونعم مره زهران ونعم 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 انطقت معه وبندفن كنت وياه. طيب اسمع اسمع الحين 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 كيف ما تعال انت يا ابو دفن حكمي علي وعليك الحكم بيني وبينك يا ابو دفن. دن وما عندي اشكالي. انت يا عمري عندك شو اسمه عندك مسمح تايسون. مرحبا باوك ماك تايسون. وش قلت؟ وش السالفه؟ كمون تكبيس والله رب الكعب. اني لا اقول لك الا حق الله. والله اني ترى هو اللي بدا وهو شربني شمبو ورب الكعب. لا اقول لك ولد قدح توقعت فيها قدامك قدح خلاص خلاص وقعت. يوم اني دخلتوه العوضه هذه ما فيها ريت حق خلك قد قد حد خلك قد قد حد يا عيال. الحكم 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 تكبير بسرعة. انا الان بنفذ حكم اخوي ابو عوضة. كيف اقول له طال عمرك وما اتمضمض لك انت ايش كيف اقول له طال عمرك دقيقه ويقوم ينفذ الحكم عندي ذا الحين. انا اول شيء يلا تفضل كم انت تكبيس تكبيس وشير ربعي يا ربعي بنكبس يا سلطان ابشر ابشر. خم انت خم اطلع منها ما اكلمك انت اكلم ربعي انا غير الله يسعدك. الله يا مظلوم اسمع أسلوب. الآن الحكم كالتالي. خلاص تكلم تكلم ازهل فهمت الحكم. يقول لك كان يا مكان في قديم الزمان أبو عوضة هذا رجال طيب منتفخ فهمت ولا لا؟ كان في السيارة وجاء سواقه سلطانة عمري. سام طال عمرك أبو أحمد. لا ولد ما لا تقول قلت لك بلا إهانة بلا تقليل. لا تقول سواقه قل سلطان فقط يا أخي. والله هي كذا ورب الكعبة. لا لا قلت لك قبلها بدون حد سلطان خوية ابشر ابشر يعني بس اقول سلطان اي سلطان ابشر ابشر
أبهاج حكم والله وقلت صب لي نواف دلة لبيه يا سلطان العمري ومديت له اسمعني يا سلطان عمرك لبيه الله يلبيه. شربت الفنجال ولا فيها بعض الوصاخة؟ هذا حكم ولا وش؟ ايه حكم الله ينشبنا ينشبنا. مترحل ايش وضعك مترحل؟ هل انت معي ولا علي ولا ايش؟ خذ الفنجال يا سلطان حكم. العمري سام طال عمرك جماعة الدبل تكفون يا جماعة روح نظفها الدبل نظفها ايوه ويوم انا نظفناه وانا مرحبا مرحبا مليون ابو ديب سلمت ولا ندمت مرحبا مليون يا عيال الدبل عاد طلق انك دندن انا تقول اللي معك الدبل كومنت الدبل سام طال عمرك والله يا طويل العمر والسلامة وعاد يمشفنا الطريق كذا والدلة كذا افهمت ولا لا ولا اني يوم قلت لك حلا والله ما ادري من اللي كمل الدبل راح ارحب ارحب راح انام عيال الدبل افهمت ولا لا قلت خذ الطراريح وفرشها لي سلطان العمري سم طال عمرك كومنت الدبل كفايه ولا زيدك الدبل كفايه خلاص خلصت كفايه ولا زيدك كفايه ولا سامحك خلصت اطلب لا لا اطلب المغفره تعكم الدبل لا يروح خلصت الان اطلب المغفره اطلب المغفره كومنت الدبل الدبل يا ربعي اطلب المغفره يا طيب اطلب الدبل يا ربعي الدبل يا ربعي سام طال عمرك جار كبس كبس الله افتح قبر العدو ارحبوا مليارين ارحب يا الشيخ ارحب ارحب يا الشيخ ارحب 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 انا عهدك بالله لها بلا ثمن بالحرام لها بلا ثمن سام طال عمرك بالحرام لها بلا ثمن ايوه سام طال عمرك خلاص الله يشغلك الله يشغلك الله يشغلك الله يشغلك الله يشغلك خلاص خلنا نسولف يا ولد خلنا نسولف على العرب خلاص ركبوه خلاص بعد فتح هناك والبارح بات هناك ابث هنا وابث هنا انت انقطعت يا ولد ابك عهدي بكم كان قبل سنه اي والله لا والله اني ابث فهمت بس والله عشان الدراسه وكذا انت وينك الحين والله باقي في بريطانيا الله وين في بريطانيا ليفربول نطول هناك ايه ان شاء الله باقي لي سنه ونص ما راح تجي الا بعد سنه ونص لا لا باجي بالاجازات فهمت عندي اجازه وشو جيب الشامبو يا اخي رب البيت شامبو يا ولد جيبه حطه يا رب انت ربي رب البيت اقول جيبه طيب جيب الشامبو في كبشر بي ابشر بي على خشمي ابشر بي ويا باري مترهل بعمه مترهل وش بك انت حقت علي الوضع مع هذا شو مع وش اسمه معها مع عبد الرحمن امي هذا سلمت يا ياسر الجحفل جوتين تسمعوني لا كومنت منعونه من الجحفله منعونه الله تاخر تفضل يا بهاج مرحبا لي تفضل بهاج هل انت بتبرد خاطري في ابو عوضه ولا تطرف لي وزهله ازهل حي عينك ايه ولا اسمع انا بحكم نواف وانت حكم دامك حاقد على ابو عوضه اجلد كل حاقد عليهم كلهم الاثنين حاكميني كلهم خذيتموني لحمي الربع يا بهاج تعرفني انا يا بهاج تعرفني انا مسالم نواف عندي وذا اجلد طيب ايش رايك عشان يجي الموضوع جلد صح انت تجلد ابو عوضه وانا اجلد نواف عشان يصير الموضوع حماس اكثر تفضل يا بهاج خذ راحتك لا لا لا, لا, لا نواف دابل تسبدي ودي حي عينك تفضل نواف مترحل على راس يا الشيخ ابن الشيخ لاه انت يا حبيبي تمد من زود تفضل ابو سلطان العمري المترحل عنود وداد عواش اشواق اشجان بيره ايه ما قصر فهد حمدة كيان الله يبارك فيكم وقلع يطلبكم دندن مترحل على راس يا الشيخ ابن الشيخ
تفضل. والله شامبو يا ولد قاعد احلف. يلا يلا يا اخي حلف الرجع صبطي يا ولد. يلا غرغره غرغره عينك. روح 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 خلاص لا تورينا. روح روح وانعم 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 وانعم. هاي الطلاق انه وانعم هذا الولد. وانعم عليش ها؟ عليش وانعم. اقول وانعم بندوق. اقصد احكام احكام يعني. صحيين انتو انتو سام؟ صحيين انتو. والله وش بدك نسوي طال عمرك؟ وش بك انت وش بي؟ احكام. ما بدك نعمل. لو جاني واحد لو جاك واحد قال له كل سلح هذا حكم تاكله حكم 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 تاكله انت؟ انا اسف. طيب تاكله انت؟ حل ما هي بكذا عيال التحدي. حل ما بلاك. والله شو اسوي؟ بهاجلك نبي وشبك بهاجلك نبي تعوذ من الشيطان تعوذ من الشيطان. حد رب المعده عندك راحت. والله اشتربتوه قبل شويه علمتوه. ليه وليه تشربه عشان ايش؟ حكم هاد اعطينا ثلاث احكام صراحه. اي وش ثلاث احكام؟ وش بك الحين وش بك؟ وش هو ال ال على انفسكم كذا قربانة ضر نفسك عشان من قربانة وش قلت لك عقرب انت وش بك بهاج 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 صل على النبي اللهم صل على النبي. موضوع الاحكام ترى موضوع الاحكام بحر ثاني فهمت. الدنيا ساعة سلطان اصبر خليني اتفاهم مع ابو عوضه شوي. وش ابو عوضه؟ اقول ناف دار روحك الدنيا ساعة وش بك ليش مضايق يا اخو. اي والله اي والله الدنيا ساعة بس انها ما توصل انك تشرب شامبو وانا اخوك. من عيوني ابشر ايش بعد تبغى انت مضرة في ناس يطالعون. ما شربنا ما شربنا ما شربنا. نعم نعم ما شربنا يغرغر يغرغر. انت تقول شاري الحين تقول غرغر. هو اللي شرب. انا وانا غرغر شربت بالغلط يا مسلم. هو عيال صدق بدون ضحك ولف ودوره حاطين شامبو صدق. والله العظيم اني تغرغرت به وانه اللي بلعته بالغلط والله. ها وش بعد تبغي؟ بهاش ترى صدق صدق تتكلم عن احكام في بحر في احكام توصل مرحلة إهانة هذه بعيدين عنها. هذه ما لها دخل في ما إن شاء الله. في أحكام ما في تضر يعني. في أحكام تضر في ناس تعرف تنفذ في ناس ما تعرف. لا اسمع 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 يا سلطان يا حبيبي الأحكام كلها سلطان الزرق كلها 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 ما في أحكام إهانة. الرجال تعرف قدرها ولا أحد بهاين. نعم صدقت صدقت صدقت. في أحكام مضرة. نعم صدقت. مثل على سبيل المثال الشامبو. طب تدري إني باخ 300 بخة عطر في الفم. شفت هو موافق. ركزت انا حلفت لك بالله اني تمضمضت وشربته بغلط. شفتي لين وصلنا تمام. شوف بهاج بهاج اكون معك صريح انا ما قد نفذت هذه الاحكام موضوع. شوف شوف بهاج شفت يا ولد رحمه مو هو باي احد. شفت يا ولد رحمه انها مضره اللي ينفذ لي اللي اضمن انه ينفذ لي. عرفت ذا الحين فهمت بهاج مو هو الرايح وجاي ينفذ. والله لا صيدك ورب الكعبه. معلش يا بهاج. والله يا عيال انا بقول لكم شيء. تفضل هات ما عندك. انا تدري من كل سنين وانا ابث اقوى حكم سويته القبضه كذا 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 بالشكل ده. بهاج لك لي انا اعلم. طب اقول لك شيء انا ليش وصلت لهذا. تفتح يا حبيبي عشان جمهور عندك تقعد تسولف معهم وتدخل مع اخوياك ونادر تكون في جولات حماسيه صح ولا لا؟ اسمعني نعم صدقت صدقت صح بهاج. يا عيال بقول لك يا حبيبي في ناس فهمتني انت ولا ما فهمت؟ أنا بعلمك. أنا مرة من المرات جاني واحد لعبت أنا وياه جولة وتجالدنا إيه وفزتنا عليه كانت حكم قوية. أيوة المهم قلت ما يده يشرب شط. آه شط فاز علي قال العب العب العب. أيوة أنا وملاحي وقعيد وناصر السبيعي. أيوة المهم يوم فاز علي ناصر السبيعي قال يشرب شو اسمه جيب زيت زيت عافية قال لي واشرب. بيصف الموضوع قلت له جيب وروح اجيب لي زيت. يا عيال انا مجرد اني حطيته كذا اقسم بالله لو ان شربته انظني مرقد داخلي. قلت ولد سلامات انا يوم اشرب انا ابي اشرب ذي انا صاحي انا. والله قلت شفت واحده والله شربت ثلاث كاسات شاي. والله يشرب النيهون. ركزت اطالع فيها قلت عشان من بصفه من يعني اشرب الزيت ذا الحرام ما ذوقه خليه يجلس. هو شف 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 بهاج انت قلت لك لو تركز الموضوع بهاج اقول لك احكام في ناس متعمق. انا قد لعبت مع ابو حمد في تيك توك. ايوه أبو هاج من هو أبو حمد؟ أبو حمد ما قد لعبت معه أبد؟
أبو حمد يحكم بقلب وينفذ بقلب. أحكام قد وصلت أنا وياه أحكام بعيدة 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 ما حد ينفذها. صدق قلت كليت 15 ملعقة فلفل أسود. تخيل أنت إلى وين؟ عاد أنا ما وصلت لها الصدق. في واحد من الأحكام يا طول عمر السلام يشيل 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 جنط استبنة موتر كذا يده ما تنزل. شو أسوي أنا؟ أنا عاد أقدر أتحرك الوقت أنا هبقبض. عايد عايد والله نوف صدق والله مجد. أنا أقول لك بعض الأحكام أنا ما أقدر هبقبض ولا أقدر أتحرك. شو أسوي أخذ يا لا عايد الحكم, الحكم الرياضي مع ولد الأكل يرى يجي أيوه يا بهاج بهاج شفت أنا أنا عشان تعرف هذا مثال حسين ومتين فما أقدر يعني أسوي لهم تطبيقات الرياضة لأنه مغربهم طلبات رياضة ومعي عملية فيلخلخني بهذا تحشي ثمك حكا. تحشي ثمك بدل ما تسوي رياضة تحشي ثمك نعم عاد وش أسوي ما مع الله فمي هذا أحشيه هذا أمر الله عاد شق القرب جعلها بالعافية الله يعافيك هاي الحكم الأول الحكم الأول تعال تعال أيوة شوف الرجال قال لك بهج لك لبي واعطانا نصايح يا رجال بز يا رجال اذا ما كله قناعته احكام بيستغرب منه قناعته الرجال ذا صلخ تباصر معه هذا احنا انسحبت يا بهج يوم انه شرب زعلت فيه لا والله يا اخي يا اخي كله شفه يا اخي بهج بتحكم نواف صح ازل اي صوت المضر ترى انا اتضرر بعد انت تلقاني هاي تسمعني ويلكم مود بتطبق بتقول لي الاحكام الحين ولا لازم تسمح حبلي ابن عمي ابو عوضه طبعا مكس معجون وفحم على وجهك كامل ماشي فحم من وين اجيب لك من ظهري والله ماشي فحم ما عندك فحم والله ماشي ومعجون قلت لك اخر في الحمام 13 والله بالحرام لو تروح الحمام 15 اما الحين انا ما تخليه عليك على طلق الحمام من 13 وني نقدر يعني يدخل ورب الكعب حل المعجون المعجون حل معي شامبو ومعي دنيا ومعي اغراض النعمه ومعي مزرعة وش شباب مزيل العرق يا ولد وش اسوي بطرس به وجهك معي اقول لك مزرعة رقني عندي هذا اقول لك الاغراض اللي عندي ايوه شباب عندي مويه عندي هذه الامور هذه عطني وش اللي عندك وش اللي عندك وش اللي عندك مويه ركز انت ونواف اني نفذت لكم على اكمل وجه يعني والله ابشر من عيوني هذه قسم عينك. ابشر اسلم ايوه وش عندك قلت لي عندي مويه ايوه وعندي شامبو شون دهندرس ها وعندي إيه؟ وعندي غسول يد وعندي صلى على النبي تصب في يدك شامبو بدون ما تخفف مويه لين اقول لك بس حلوين ايه وتفرك بيدك وتقعد تطلس وجهك دقيقتين ايش رايك ابهج لك لبي ايه ايه فيها مضر يا اخوك مضر ايش على البشره مثلا هي وانا خاف على البدن بذكر والله والله لو احكامك معي خفيفه لا خلي اخلي حكمك اشرب مويه بس عادي ترى ترى احكام نادر صرخ والله نادر اتحمس في الاحكام الا مع اللي ينفذ انت تشوف يعني كذا الطريقه احط وهب صب في ايدك لين اقول لك بس مفرك كم افرك وجهك تحدث لك ساعه مسوي الحكم رايفي. الثاني الحكم الثاني شماغك قلت لك غرقه كامل وعتصبه جوله كامله اعتصب اعتصب والحكم الثالث انك من روز زهران ما ابدا روحك يا سلطان حي الله الله يسلمك يا شيخ الله يسلمك حياك الله حياك الله الحكم الثالث تبغى يطول العمر في الموضوع ولا ما تبغى سمطال عمرك تبيها سمطال عمرك ايه رديتها يا ابن الذين يا عبد الله حمدان تبيها راسك تحت رجولك فوق ثلاث دقائق ما عندي انا طال عمرك وكذاب هذا ما احتاج احد يقول لي طال عمرك قم شفت شفت خويك ايه ايه ناظر اقعد كذا هذا انا اي اقعد كذا انتو فروتك تيم الناس دفعت الناس دفعت الناس دفعت الناس دفعت قم 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 انت عفوي يا العفوي باقوم باقوم يلا نفذ نفذ باقوم ما قعدت في حركه انت ولا هو يلا يلا ايش بتنفذ شامبو اهبه واحط على وجهي صلى الله بارك في اسهل منها يا سلطان عمري الله يسعدك قلت لك دقيقتين ها ابشر بسيطه لا اله جيب اسمع خذ الشامبو كامل وروح اجلس وورنا لا تقعد تسوي حركات غريبه ما ادري من فين تسوي تذكر حصانتك اللي تطلبني اياها نواها ايه خذ هذا عشان حبيت جوك ابشري ابشري جيني تكروشني ابشري حبيت جوك بهاش وش تبغين ليه يطلبني حصانه والله يطلب إيه؟ ابشر يا من تلعب ضد مع نواف الله الله يسكي
انا همي ابو عوضه عادي عادي مرتاح انا عادي ما عندي مشكله. نواف تطرف لي تطرف لي والله من عيوني هذه قبل هذه يا سلطان مش بعد تبغي بهاج حبي ضفتك يا شيخ نورت يا ابوك يا ايش معك قاعد يا بهج تبغى تشوفني وانا اطلص ايه طيب مشكلة انت ايش عاد تنفذ با شامبو شند هندرز تبغى بالط صيني ذا العين لك انت وياه خذها ومكانك وروح ثبت الجو غرق العمامه وعصبه غسل انت مغسل مغسل يعني لو حطيت دي بتغسل تغرق العمامه وعصب راسك وانت هنا يا بهاج لك اللي بيخليها على الدنيا ساعه وخلنا احطه بالشامبو ذي دخيلك الشماغ ما هو لي لخي دخيلك ورب الكعب الا بطلسه والله ما فكرت فيه شامبو كله شماغ لكن إيه. عشان انت من وين من وين من الباحه انا افتح روحك وين من الباحه زهراني من باح من داري 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 بس وين انت من ربع من المندق كناني ونعم بس من ربع مني تكبيس شير لا انتو تكبيس لا يوقف الشير لا انتو عليك ممر فواز تعرف فواز نعم معروف فواز بس ماني من جماعته هم انتهام يا لهجتكم واضح هذا فوق بكره تام لا لا انا لهجتي لهجه زهرانيه اساسيه اصيلها فهمت بس في زهرين يعني في زهر انت انت من البدو لا مو من البدو يا اخو كنانة كنانة ما فينا بدو يا زهرة قرو ونعم سبعة عام ايوه هيا طبس اطرس وكلهم جميعا انت انت من القرو يعني راح على راسي يا رأ نعم صدقت وعندكم بدو ما عندنا بدو نحن ما عندنا بدو كل يعني الزهران كلها قرو نعم لا يا ذي ناس زهري لهجتهم مو زي لهجتك في البحر لهجتهم ما هم زي لهجتي؟ ايه بسم الله عليك شكلي تهيالك انا بدي روحك تعرف تعرف وليد قشران؟ نعم وليد قشران نعم كيف والله انه ونعم ونعم الرجل اللي فيها مع ذاك في التمثيليه ايه شوف يعني اللهجه بينك وبين يا اخي في ناس لا وليد قشران لهجته بيضاء بهاج يطلعون برا فلهجته بيضاء فانا لاني انا طول حياتي في الديره فهمت؟ حياتي كلها في الديرة بالشركة أنا ما خرجت إلا قبل أسبوعين شدب وفلجاويد عند السيو فارس البشيري فارس البشيري ونعم وسبعة عام برا عبد الله الزهراني منو عبد الله الزهراني ونعم به مشهور. شف طيب صلع النبي طيب تدري أعطيك أبو عوضة مثل من؟ شف سعيد الزهراني سعيد حنش ونعم به رجال ابن حلال ونعم إيه؟ سبعة عام نفس اللهجة أيوة. لأنهم في الباحة ما طلعوا يا لا لا يا عمري ما لكم سمع اقول هذه لهجتنا يا بهاج لك لبي وشبك يا رجال ونعم فيك وفي ايوه هذه لهجتنا انا ما اقول شيء في لهجتك ها لكن اقول طال عمرك الزهريين مو كلهم لهجتهم واحده لا هي هي اللكنه نفسها لكن في تختلف من يعني فهمت من فخذ لا فخذ فهمت علي الا اللكنه هي هي فهمت علي انا افضل روحك إيه. انت انت يا عمري من وين من نماص طال عمرك من نماص الله الله وانت من وين يا بهاج من بيش بيش ونعم نعم سبعة نعم ما نعم ما عليك زور ونعم بحالك بعوضة هي نفذ نفذ بعوضة بن ثايب الشهراني ها سم بن ثايب تعرفه بن ثايب ها لا لا باجد بن ثايب شاعركم يا شاعر هناك اسمه بن ثايب عندكم نشاعرنا سعد بن جدلان الله يغفر له الله يغفر له حياة طلق انه ونعم ربي يرحمه هذا الحين كل محين اللهم ربي يرحمه ونحن شاعرنا عبد الله البيضاني شاعر الأدب ونعم سبعة نعم لا ما أفضل روحك ونعم والله يا لك هذا أبشر 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 ما على ذي شغلنا يسألنين بغوا يسألنا حتى عن سابع جدلي هيا طلس فانا ذا حننزل يا إله إلا الله وحده لا شريك له الله المغفور دري فبعل دقل حلالي يا 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 دخيل الله ودخيلك انت تنفذ احكام صلخ يا ابو عوضه قلت لك الحركه بس الحركه هذه هي المصيبه عندي اسمع انا بيلعب معك جوله من احكام مستشفى لا منك وان قبل شوي سويت لي فيها
الشامبو والمضرة وذا حين تبغى تودينا المستشفى. علي الطلق لو وديك المستشفى. والله إنه باقي ما خلق من بطن أمه. اللي ودينا. أنا أحب الساطين اللي مثلك. نعم. خلاص يا ولد. إذا بتناطح فلا تناطح الأجبال. أنا جبل من جبال زهرة. ضروحك تفضل. ها. منعم إني أقصد كذا أنا. طيب. على كالبة والعمارية والله إنكم منعم. ما نجلم بعد كرف ارفع ايدك ارفع ايدك ها يا مسلم عيال اوه اصبر 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 افرش افرش حق اخي دقيقه دقيقه لحظة ادراك عيال فيه جوله ذا الحين يعني جوله كومنتك بس شير كومنتك بس شير تكبس شير انا بروح ادور لك احكام واجي ما حد انت تنفذ تعود تكبس شير كومنت يا رباعي ولا اذا تبيها اطلع وتلحقني انت قول لا اله الا الله ذا الحين قول لا اله الا الله هلل يا بهاج هلل هلل يا ولد بهاج تم هلل يا مسلم وايش اقول هلل هلل قول لا اله الا الله حق لا اله الا الله وش معك يا مسلم تبغى تشدينا مستشفى وهو هذا طرايك انا وش فعلت لك لا لا انت واضح انك ولد حق احكام جل يا ابو عوض بدي اروح اكسر طالب اسمحني انا ابدأ وجهك ابشر 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 الحين بس ابغى اجيب تي تحتي دقيقه دقيقه سمع او ايش السالفه الحين كومنت هل انت بخير كيف عيوني بالله جذاب جذاب سلطان او بعوضه بعد علي مو بهاج انا استاذنكم والله وين رايحين والله بطلع عندي شغله بالسلام يلا تطرف يا رب يا رب يا رب ما تقلب بس اهب هذا تحتي بس رح تجيب المنشف كذا كفاية ايوه ايوه اطلع صبوجي قصدك افرك يديك فنتي شربي يا سلطان بشربي على راسي كذا بدون مويه ما تستحي انت الله يعطينا خير عبد الله الحمد لله كومنت تكبيس شير تكبيس وشير يا ولا خففته خففته صح قول لي قول والله يصيبني لم اخففه يصيبني لا لك هيا هيا قل بس عيوني عادي احيل عنها عيوني انت غمض عيونك وفركم بعد افتح عيونك عادي لما في مويه عادي ما بتنزل على عيونك الا بتنزل تعورني اسمع شوري مجرب مجرب بسم الله عليك وين راح نواب استاذ ما استاذ منه بالله عليك ايه ما عليك بسم الله عليك على ذا الوجه كيف يطلع ايه خلاص صلاة على النبي هيا يقعد قدامي يقعد قدامي يسلم بسم الله الرحمن الرحيم ابو سابو قاسم والله كانك ابو قاسم عرفته انا ابو قاسم انا غاضب معليش مشبه شوف لو تدخل في عيني اقسم لك بالله تدخل في نحرك مالي دخل انت شخص عاقل واعي بالغ ذهين والله اشتكي عليك لا تشتكي لا تشتكي والله اشتكي عليك في زوطه ما اقول له افتح عيونك دخل في عيونك ويقول دخل في عيني نعم هو عبد لقى ادري هو عن مداق الحال علي يا يا داوي حالي هو عن مسيدي روف علي الله أكبر أبو عوضة أسمع أسمع يقول لك أسمع يا بهاج أسمع جعل ربي يطول عمرك أسمع أنا بدأك أصلب أسمع خلاص يا أبو عمري كذا دبغته تقريبا جعل أبوك في الجنة ممكن تخلينا أنا وياه خذ راحتكم خذ راحت الجو وأجواء الله يسلمك أيوه سمع
أبو عوضة تبي تلعب أحكام؟ أنا ودي أتعلم منكم. تفضل ألعب ما عندك مشكلة. ودي يعني إذا أنت ما راح تلعب ودي قدام منكم. وجية ترى بينحرك. أنا حديث. أبو عوضة حبي ضفتك. كيف أضيفك؟ خلاص أهم شيء ضفتك. دق بس بشوف لك حل. من عيوني هذه قبل هذه. على رأسي. عجنت والله يا سويت عجن. أجن بهاج. اقول انا ودي العب مع واحد منكم اللي مهم طفي يعني ودي اتعلم الجلد صراحه حلو. انا حديث المح من ثم اتعلم حديث بذوث فودي اتعلم منكم ودي اطيح في واحد فيكم يعني اللي جاهز فيكم ودي انا جاهز لكن شوف القومه هم القومه اني ما اقدر فيها بقول في انها عمليه وتعرف الحركات والقبضه هم القبضه هذه والله ما اقدر فيها لو اقدر فيها تبشر بي لا 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 احكام ما راح تكون رياضيه احكام راح تكون جلد يعني افداك يا ابو حاج الاقربي ونعم انت رجال طيب انت من الكالبه يا يبا ونعم جعلبوك في الجنه جعلبوك في الجنه يا طول يعني من اللي وده طيب انا بطلع وانتوا جلوا تحاكموا مع بعض العبوا بكيفكم تصرفوا ده الحين خلاص خلاص وش ده طلست وجهي وده الحين اذا بتلعب اسمع اذا بتلعب احكام صلخ الجوله الاولى فزت فيها انا الجوله الثانيه فزت فيها انت انا فزت في الثالث هذه الفاصل خلاص فزت انا مرتين انت مره اي خدمه وفق الله وفق الله استودعتك الله يا الشيخ بهاج نشوفك على خير يا الشيخ الله رحم الله استودعتكم الله جميعا كيفك يا بهاج يا مرحبا يا ابو عوض شلونك عساك طيب والله بخير ودي احسك معك حقد علي انا اشوفها في عيونك وش معك والله عفا عليك وش لقيت منك غير التراحيب ولا لا الله يطول عمرك ان شاء الله انا مدري عنك من يوم ما تبغى تلعب معي معك لعنه انا اعرفك وجهك واضح وانا عندي فراسه العرب فهمت شفت في وجهك لعانه غير طبيعيه شفت انا بصرت ترى انا ماني مغفل فهمت البدو كانها على شوفك مبشره كيف اقول البدو كانها على شوفك مبشره يعني الشايب اللي عندنا لك قدر ومحشوم او انت قلت لي قصيده صح لا ما هي بقصيدة هذه أنا ودي أحشى فمك شامبو والله فمك. أنا مدخلي عليك والله يا بهج نمسي شربته والله أبا الكعبة الله وأمانة أن حكومة عصر في فمك شامبو عشان تسكت أنت لو فزت علي وش تحكمني بحكم الحكم الطيب وبحكم الرجاء المطانيخ حكم طيب حكم من ما في لا اقول لك وجهي احرقني وكانت خلينا اقوم اغسل وجهك انت احرق كبدي ليش يا اخو ودي عصر في ذمك شامبو ليش يا مسلم وجاهزي يا ترى تعود من الشيطان ودي نزقطك لين تظهر عيونك اقول اسمع يا الهندي قال تمسكنا لتسقطني لتسقطني الحرام قسم بالله تقول انك كومبارس عندي مع شاروخان هناك في بوليود قال ودك تزقطني ودك تزقطني تزقط من انت ودي والله اروح ل وين هوليود لا بوليود هوليود اللي اشكالي الوسيمي اما انت الله هناك بوليود وش هي هذه حقت الهنود حقت شاروخان سلمان خان بني اصل شهرة شاروخان والله ما عنك وعن انت الكومبارس اللي معه والله حرام انت ممثل ودي اصير كومبارس مع شاروخان كومبارس مع شاروخان ولا معك قست احمد ربك احمد والله كومبارس هناك محلك والله بعدين انت اللي بعلاقي دايم يلدغ دايم يتلطم دايم يتلفع اللي يلفع من شاروخان لا ما هو شاروخان والله يلعنك يا الحسود قل شاروخان والله ما هو شاروخان ليت شاروخان لا هذا الحين كيف الطريق خلنا اقوم اغسل وجهك يا بهاج أحس إني حبيتك والله الله يجعلني قبلك خلاص مع السلامة أنا بروح حاك الطريق قدامك طب تبلعبك باب الحي أبو عوض حاك الطريق قدامك ما أفضل انتبه على نفسك انتبه على روحك يا حبيبي الله يخليك لي أبو عوض مع السلامة خلاص صفني يا مسلم الله يقطع إبليسك إني حبيته في الآونة الأخيرة قلت لو فزت عليه احس اني ماني بقايل اسوي الحكم ذا
والله يوم ذب علي رأي الهندي مدري أحس إني حبيته رأي العنه. قلت يعني في اللحظة الأخيرة أنا حبيته. قلت في اللحظة الأخيرة مصبوط رجع ممتاز روحه خفيفة. تأخرت بالمحبة أي أيوة والله حبت كالقرات ليه نجمة لا لا لأني يوم قلت أبا عصر لا يعني ما أشدها قاعد يمزح وياه كويس لا يا أخي هذا اللي أنا أحتاجهم في أني يطيح فيهم قستات والله أحب الناس اللي تتقبل وأحب الناس والبدو كانها عالا تبشيركم بشارة تحب المزوح تحب المزوح الذبات يا أخوي ما معنى اللي يا الشاعر اللي مقدر عندنا ومحاسوب في خايع ريحة كسوره وزهاره الله يبشرك بالخيرات الله يبشركم بالخيرات من كل صوب قولوا امين والبدو كانها على تبشيركم بشارة واليوم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. اليوم كان عندي شغل في بيشة وكلموني ناس قالوا ميدي شو اسمها قالوا ميدي تعال نبي نجلس معك ونسولف وناخذ نعطي معك في كافي. قلت يلا بس العلماء وقلت جيتوا دائما انا اذا بروح لكافي اذا دق علي واحد دق علي صديقي قال تعال اروح الماء اغلب وقتي ياخذ قهوه سفري واتله دق علي واحد الشباب عندنا شغل كذا تعالنا قلت يلا واجيهم ولا الارزاق مقسمه الارزاق مقسمه من كل صوب اي والله يا ريج المهم وادخل يوم دخلت والاقي والقى عايد الحارثي وانا داخل على الكوفي والقى لي شباب لطيفين في كل شباب بيشه لطيفين شباب يعني من افضل الشباب اللي انا صراحه اواجههم في حياتي شباب بيشه من افضل الشباب صراحه شباب ادب لطافه شباب بيشه يعني ولا اعزاء للشباب الباقي احلى شباب صراحه ايا كانوا من القبائل غير صحيح لا صحيح غصب عنك واطيح في شباب بيشه السكرتيه وامزح مع ذا واذب على ذا واطقطق على ذا المهم يجيني ولد محترم لطيف وسولف انا وياه ومن ذا الكلام ومن ذا البر وخذينا وعطينا وسولف انا وياه الله يحييك ابا هاج قلت الله يجزيك طول عمرك قال قهوتك علينا قلت علي الملزي ما تكون جاب ما جيت ادور المجانا اشهد الله علي والشباب قد طلبوا العيال قد طلبوا وانا صابت قلت انت فنان قال انا صاحب الكافي ذا فعرض علي واحد قال ابا هاج ترى الكافي ذا عنده قصه ناجحه واخذ واعطي معك قلت انت صاحب الكافي قال لا والله انا الكوفي شوب ذا لاختي قلت ما شاء الله تحس انه وهو يقول الكوفي شوب ذا لاختي تحس ان فيها فخر تحس انه فخور الولد وهو يتكلم تحس انه مفتخر باخته احنا نفتخر باخواتنا كلنا احنا نتعزوا باخواتنا المهم قلت والله حيد العين